هاليلويا. كتب ده معنا، نرفع كتبنا، نعلن إيماننا بهذه الكلمة. كم واحد حامل كتابه، تليفونه، حافظه؟ هيدي صعبة. طيب نعلنها. هذا هو كتابي المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير. أمين يا رب. أتغير وأصبح مشابه لصورتك، وأصبح أيها الرب شخص يا رب بحسب قلبك وبحسب كلمتك وبحسب قصدك، أن أعيش لكي أرفع اسمك وأعلي اسمك، وأعلن حبك للعالم، وأعلن خلاصك، وأعلن مشيئتك. ساعدنا يا رب حتى في هذا المساء تكون أذاننا صاغية، قلوبنا مفتوحة. وسع مداركنا يا رب، أعطينا بصيرة وفهم لكي ندرك أبعاد معاملاتك مع أولادك يا رب. منصلي حماية على كل ذهن وعلى هيدا المكان، ونعلن دمك يغطي كل هيدا المكان، وملائكتك تحمي يا رب كل نفس موجودة من أي هجمات، من أي سهام ملتهبة بالشرير. ونعلن صفاء في الذهن وصفاء في القلوب يا رب، ونعلن أن كل واحد منا يأخذ هذه الكلمة ككلمة الله وليس ككلام إنسان. باسم المسيح نعطيك كل المجد. كل شعب الله يقول آمين. آمين له كل المجد. تفضل نفتح سفر التكوين صح 12، من التكوين للرؤية. تكوين 12. وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ أبرام سراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل، ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب، ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. آمين آمين. على قلبي أعطي عنوان لهالكلمة الليلة، هي وتكون بركة. وتكون بركة. تعرفوا نحن قربينا بمجتمع للأسف أهالينا ما عيشوا بهالفكر الإيجابي والحق الكتابي. يعني أغلبيتنا إذا منتذكر مثل ما نحن طلعنا من حرب 75 و76 وعم بتجر وراها أزيال الخيبة،
هن كمان في منهم طلعوا من حرب الأربعتاعش. يعني كل فترة في هزة. لا سلام قال إلهي للأشرار. ما في سلام بهالعالم. كذاب اللي بيقول لك في سلام حقيقي، في سلام وقتي زمني محدود وتحت الشروط. بس السلام اللي عم بيحكي عنه الكتاب مش موجود بالعالم. وهذا يسوع اللي قالنا إياه، صح؟ سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. ما تشبهوا عطاياي بعطايا العالم. وليلي رب يعطينا بالوقت اللي عنا إياه نقدر نحكي بعض من هالأمور يلي الرب بيريد يعطينا إياها واللي العالم بحاول يعرض علينا. إبراهيم شخص تعرفه، كانوا أهله من عبدة الأوثان، صح؟ مور الكلدانيين. لكن الرب كان شايف قلبه. وكتار أحيانا بيسألوني، ويمكن البعض بيسألوكم، طب شخص ما بيعرف شيء عن الله إذا مات وين بيروح؟ طب هذا ما بيعرف شيء، هيدا كان بالموماو، كان بغابات الأمازون، كان عايش بصحراء، عايش بأراضي مقطوعة. طب هول عايمون ما كان في بشارة، ما كان ما كان ما كان. تعرفوا دائما الإنسان بيحاول يفتش على الكعايوات، أمور معقدة. طب إبراهيم لما كان بهيديك الوقت دخلكم، كان في مبشرين، كنايس، الكتاب المقدس موجود، عايشين بعل، يعني بور، ما في شيء، ما في شيء. كانت تتداول القصص، الأحداث اللي بتصير تتداول. ونحن اللي عم نقراه موسى كتبه مش إبراهيم. ما كان ماسك القلم والورقة إبراهيم، أو الورق البردي أو اللفافات، وعم يكتب شو عم بيصير معه. ما كان راسه هونيك. لا، إجا أيام موسى الرب قال له هالأمور كلها اللي صارت. فلاحظوا شخص مثله مقطوع، شو هيك؟ الرب ما تركه. بتعرفوا ليه؟ شايف فيه أمل، شايف فيه عطش، شايف فيه إخلاص، لحتى الرب يتجه نحو واحد من شعوب، إنسان من شعوب. فما تحكى عاي بأنه طب وهيداك راح، طب شو مصيره؟ ما تخاف، الله ليس بظالم. الله منه ظالم. ما تخاف على هولي اللي انت ما معك خبرون ومينني هن وينني هن وكيف عايشين. ما رح تحبهم أكثر من اللي خلقهم. نحن مننسى انه نحن البشر جبلة يديه. نحن بنعمل خشبة، نعمل منها صليب، واو، صح؟ منبر من الخشب، واو، شو حلو. نعمل أشياء جامدة، إيش، خاصة إذا نوع كريستال، شو تلاقي ده؟ نبقى شو شايفين، نبقى خايفين عليهم، صح؟ طب هل أنت يا مخلوق يا تراب رح تخاف على جبلة الله ومخلوقاته يلي خلقها من قلب محب ومبدع؟ فكرك رح تحبهم وتخاف على مصيرهم أكثر منه؟ خاف على مصيرك، خاف على إخرتك، خاف على حالك، شو بدك بغيرك؟ نحن البشر حشريين، منحب نتفلسف ونتحشر، لكن الله دايما
بصيب القصة دغري مباشرة بفوت بالموضوع، مثل ما نيقوديموس اجى بالليلة عند يسوع وبلش يمدح فيه، بلش ينفخه مثل ما منقول معنويات، انت جاي من عند الله واللي عم تعمله شيء عظيم، واللي عم تعمله حدا بيعمله الله اذا الله معه، الله هو مش عارف انه الله قدامه قاعد عم ينفخ فيه صح. ونحن كم واحد مآمنين فيك هوليكي ما آمنوا، بس نحن حاسين عندك شيء مش مثل الأنبياء اللي سبقوك، فيك شيء مميز، فخبرنا مينك أنت؟ جاوبوا يسوع على سؤاله، إياك تفكر بتقدر تلوي إيد الله بقوتك وتقول له اعمل لي اللي أنا بدي إياه واللي أنا بهمني أمره، هو بيعرف أمرك أهم. قال له نيقوديموس شو ناطر؟ يقول له أنا من عند الله واللي عم بعمله بإصبع الله. قال بعدين وا وا وا، قال له ينبغي أن تولد من فوق. هون نيقوديموس عمل بلوك صح؟ عمل بلوك، فهموا يسوع مش بحاجة للمعرفة، أنت مش بحاجة لراسك يصير هالقد، انت بحاجة لقلب جديد. وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلبا من لحم. رب بده يعطيك قلب وانت شو معلومات؟ اسئلة واجوبة، يلا سوق عكاظ، اسئلة واجوبة يلا، مين اشطر؟ مين بيعرف؟ فالرب بيعرف القلب يا احبه. من هيك اجى لعند ابراهيم، واول مره لاحظوا ما اجى لعند ابراهيم هيك بظهور، هيك ما بيتحمل اول مره، ما بيتحمل، يمكن كان راح فيها سكته قلبيه، بتعرفوا كانوا يعبدوا الهه ما بتتحرك مثل كبايه جامده بمطرحها، بيصلوا لها وبيعبدوها او بيعبدوا القمر. ليس من يجيب، مثل ما بقول السفر أيوب ادعو فهل لك من مجيب؟ ولا واحد، ما حدا بيرد عليك، الخلق بيرد، خلق جميل. فشو؟ وقال الرب لأبرام، رب بيحكي حكي. من هيك الكتاب بقول غارس الأذن ألا يسمع، صانع العين ألا يرى، من جعل للإنسان ثمن؟ هيك قالوا لموسى لما قال له أنا بتأتي بدك تبعتني لشعب إسرائيل، ما بتأتي يعني بيضحكوا علي، ما بعرف شو بدي أحكي، أنا بتأتي، كان يتأتي موسى. موسى كليم الله، كان عنده عقدة لسان. من هيك الرب قال له مين جعل للإنسان فم؟ عتلين هم التأتأة. نحن أحيانا منحد الرب، منحده مثل ما موسى حده. إبراهيم كان عنده بعض الأمور بحد الرب فيها، بس ما كانت مبينة بعضها، بعدين بينت بحياته، يمكن البعض عرفوا شو هي، بس بالبداية لما الرب كلمه قال له اذهب من أرضك، أرضك اللي انت هلأ عايش فيها، شو فيها؟ شو فيها شيء بيخليك تتمسك فيها لحتى ما تلحق دعوة الرب لحياتك؟ أرضك فيها أوثان، فيها خرافات، فيها قصص تربيت عليها تتنام، يمكن فيها صور غلط عن الله، عم بحكي بأيامنا هلأ. إذا ما بتعمل هيك بيجي بالليل يسوع بيخنقك، يسوع بعبع، شوهنا صورة الرب صح؟ ربينا بصورة يسوع بخوف. والكتاب شو بيقلنا؟ الله محبة. فالرب بده إياك أولا تترك أرضك. منين شلشت؟ وين مشلش؟ اطلع بشو شو جبت لك، شو الثمار بحياتك
يلي هالأرض اللي ربيت فيها طلعت لك خطايا، عديت سيئة، قيود، بغض، كره، نميمة، حسد، أعمال الجسد كلها، الزنا، العهر، الاحتيال، التفنيف، وأنا شاطر ويا أرض اشتدي ما حدا قدي. هيدا الشعار يلي إبليس ضحك عليه على البشر. إذا ما بتكون هيك ما بتعرف تعيش. ليش أنت أصلاً عايش يا خيي؟ أنت عارف أنك ميت؟ الكتاب بيقول خطايانا جعلتنا أموات أمام الله. قال كنتم، بقول بولس، أمواتا بالذنوب والخطايا. طول ما أنت بخطاياك أنت بالنسبة لله ميت، لأنه إله حي وقدوس وبار. قال عيونه أطهر من أنه تشوف خطاياك، وأنت إذا كذبت شو فيها، وإذا حلفت شو فيها، تذهب أنا عم بحلف بالصدق، أنا معك. طب كلام الرب بمتى 5، لا تحلفوا البتة. غير له إياها، قل له غيرها يا رب، ضبط لي إياها شوي، أنا عم بحلف بالصدق. شو بيقول؟ ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. وما زاد على النعم وما زاد عن الله هو من الشرير. إيش إذا الحلفين اللي عم تحلفه من الشرير، الكذب منين؟ المثبت منين؟ الكلام البذيء والنيبي منين؟ هيدا مستوى يسوع. بس يسوع انتبهوا، ما عم بيحط لنا كعايوة، هو عم بينبهنا، عم بيفتح عيوننا حتى نعرف انه احنا جينا من ماضي، تلبسنا اشياء وتربينا على اشياء، مفكرين عادي عادي. يا حبيب قلبي، كل كلمة بطالة، كل كلمة بطالة، يعني باطلة، يعني دنيوية أرضية. أكلت وشربت ولبست ورحت وجيت وشميت الهواء وانبسطت ونمت وحضرت وعملت، وين الرب بحياتك؟ مش موجود. عيش كأنك ملحد، بس أنت على جنب عيش تقليد، عيش تدين، بس الله منه موجود بحياتك. أولوياتك لنفسك ولجسدك الفاني يلي يوما ما الدود بده ياكله. هيدا إذا لحق الدود ياكله أحيانا. في ناس الدود ما لحق ياكلون، ماتوا حريق، ماتوا بانفجار. خالتي وحدي منهم، يا حرام إيش الأزيفة، حدا دغري شقفتها رايحة تجيب أكل لأولادها بالحرب، حرب الستين. يمكن نحن بنعرف في ناس مثل هذا اللي حرق حاله قدام المدرسة، صح؟ هذا الدود ما رح يأكله، ليه بده يأكله؟ ما في شيء تأكله. بس مهم الدود الأبدي ما يأكلك بجهنم. هناك قال حيث الدود لا يموت. هون الدود بياكلك وخلص انتهى، شو بدي ياكل بعد؟ التابوت؟ شو بده فيه؟ بالاخر بيشيلوا التابوت بكبوا مطرح تاني بيجيبوا تابوت جديد. نحن عندنا بيتنا بتضيع حد المقبره، تتصبح باخرتك تتمسى باخرتك. وعندي خبره بهالمقبره، ها؟ عندي خبره 3 مرات، استغربوا، 3 مرات بي واختي وستي قدام عيوني. بس هل هندي هونيك؟ لا، هني مش هونيك، هني فوق. بس هيدي اخره الناس وهذا رجاء الناس. قال هناك في الجحيم حيث الدود لا يموت، ما فيك تموت الدود تحت، والنار ما فيك تجيب دفاع مدني يطفيها. قال والنار لا تطفأ.
إبراهيم الرب بيعي من الوثن اترك أرضك، اترك عشيرتك أهلك. إذا أهلك بدهم يشدوك عن يسوع اتركهم، إذا بدهم يرجعوك عن يسوع اتركهم. بتقول له إيش يسوع على الظالم؟ ناس إنه الله الآب بذل، ضحى، تخلى عن ابنه الوحيد، الإقنوم الثاني بالثالوث، ليموت عن خطاياك وخطاياي وخطاياك. شو أقول لك؟ كان عم يمثل على الصليب، كان في تمثيلية على الصليب عم يكذب على الناس إنه هيدا بكرة بتعايدوه، كل سنة مرة. حرام يسوع. أنا وزيك كنت أحضر فيلم يسوع أبكي، اشفق عليه. أحضر بالسينما وعم ببكي، حرام ليه عم بيعذبوه؟ ما حدا كان يفهمني، ويمكن كتار مثل هيك ربيو أهله ما فهمون ليش يسوع عم بيتعذب، ليش عم بيجلدوه، حرام ما عم بيشي، ما شاف مرضاهم طعمه الجياع، شاف العميان عطاهم بصر البرص شفاهم، موتى. شفي ناس كتير من أمراض، أخرج الشياطين. شو عني الغلط؟ حرام يسوع، حرام اتركوه. يعني على قلبي كنت لو بقدر اطلع اقبره ما بقول لا. مره واحد قوص السينما، بتتذكروا سمعنيها؟ قوص على السينما كيف انه عم بيصلبوا يسوع، قوص على هول يلي شافوا انه هني المجرمين. اتاري انا المجرم وانت المجرم وانت المجرمه يلي بسبب خطايانا مات. بتقلي انا شو ذنبي؟ شو انا عايامه؟ مش ضروري يكون عايامه، ما انت عم تعمل خطايا يلي هو سبقك ومات عنك على الصليب حتى يسبقك بالفداء وبالغفران، حتى لحظه تجي لعنده باي عصر غفرانك جاهز. الدفع الثمن، الدفع الثمن للاخر. مش تيجي تقول له هلا كيف انا بدي اخلص تثبيت بعد ما مت عني، بنترك تموت تاني؟ مثل يوم سمعت خبريه، قصتي خبريه، قال في بدعه اسمها كنيسه الله القدير بالصين، قال بيقولوا يسوع اجى تاني مره على الصين تيموت عن الخطاط هنيك اللي بالصين حتى يكون الفداء، لهوليك ما بيعرف شيء. شفت الانسان بده مين يغفر له خطاياه، بده يحصل، طب يخترع بيالف، وهيدي بدعه شيطانيه. كانه عم بيقولوا اللي عمله يسوع مش كافي، لا، بقول الكتاب مات مره واحده والى الابد، قال قدم نفسه ذبيحه مره واحده، قال ما بقى في تقديم ذبايح، ما بقى في ذبايح، فهمكن كفايه، ما بقى في ذبيحه، ما في ذبيحه، عم تفهموني؟ ما في ذبيحه يا احبه، من انخدع دمه كافي للابد، ما بقى في ممارسات وطقوس، حجاب الهيكل انشق، ما بقى في حاجة للباس معين. بولس ما كان يدور بلباس، ولا بطرس ولا يعقوب ولا تلاميذه، كانوا مثلنا عاديين، يلي كان خيام مثل بولس يصنع خيام، يلي كان صياد سمك، يلي كان طبيب مثل لوقا وغيره غيره، متى كان كاتب، ما في. الرب الليلة عم يدعيك، عم بيقول لك اترك أرضك. بتقلي بقعد بشارع؟ ما تفهمني غلط، عم بحكيك روحيا معنويا، اللي انت معلق فيه وحاسه جاذبك للأرض، وكلمة الأرض بالكتاب بترمز للطبيعة العتيقة الساقطة، لأن شو قالوا لآدم؟ من ملعون الأرض بسببك، ملعونة، وبعدك بتمسك فيها اللي انت عايش فيه وخلقت فيه. خليني اقولك، من بطن امك سميت عاصيا، وانا من بطن امي سميت عاصيا، وانت من بطن امك سميت عاصية. الله مش نطرنا نخطي تيقول نحن خطاط،
نحن من بطن أمهاتنا خطاط. هيدي نفهمها. نحن لأننا بالطبيعة خطاط عم نخطئ. من هيك يسوع سبق ومات عنا ودفع الثمن للآخر وسبقنا. لاحظوا هالإله الحكيم سبقنا من حوالي 2000 سنة. أمن الخلاص من 2000 سنة. شو بدك أحلى من هيك؟ بأي عصر بتجي، بأي لحظة بتجي، خلاصك موجود. الثمن مدفوع. ما فيك أنت تدفعه. من هيك هو دفعه. ولا أنا ولا أنت فيك تدفعيه. من هيك هو دفعه. وترك عشيرتك. إذا أهلك بدهم يرجعوك. ما تعتلهمهم. ما تعتلهمهم. ما رح يتركهم. بس إذا هني بدهم. إذا هني بدهم. ومن بيت أبيك بالذات، مش بس من العائلة اطلع، اطلع من بيت بيك اللي خلفك. إذا هو بده يكون عائق بينك وبين المسيح. رح أخبركم شيء يكون شوي هيك قاسي، سامحوني، بس مع يسوع ما في لعب. المولود الحقيقي بالروح القدس من الله ما بيقدر يساوم على يسوع مع أي إنسان تاني، حتى لو بيه أو أمه أو مرته أو أولاده. إذا مولود حقيقي، إذا مختبر الولادة الحقيقية، مش إذا حابب الكنيسة والأجواء وحابب الإخوة وحابب التسبيح وحابب التعليم والوعظ والشركة. يا حبيباتي، هيدي أجواء بتغذيك، بتشجعك، بتوعيك، بتلمزك، بتنبهك، لكن هي ما بتعطيك حياة أبدية. إذا ما أنت بتطلب من يسوع بينك وبينه وإرفان خطاياك وإرفان أعمالك وإرفان ماضيك وإرفان وضعك وخايف من مستقبلك وعارف أنه بيسوع الكفاية كلها عن خطاياك، تتقله فوت على قلبي. وإلا ما رح يكفي اللي عم تعمله، حتى لو عم تخدم بالكنيسة، حتى لو انت باي خدمه ظاهره او خفيه. في رجالات دين كتار بجهنم، معكم الخبر، رجالات دين، حتى ما ميز، حتى ما حدا يفهمني من اللي عم يحضروني على اليوتيوب، انه ما قصدي انا طائفه معينه من كل الطوائف المذاهب، في بجهنم. ليه؟ ما لحقوا الرب، لحقوا المركز، لحقوا الاجواء، لحقوا بشر، لحقوا إنسان بيموت، ما لحقوا الرب. يسوع لما كان يدعي تلاميذه شو كان يقول له؟ اتبعني، اتبعيني. ما كان يقول اتبعنا. شو مرة سمعت يسوع بيقول لحدا اتبعنا؟ نحن هالجماعة كلنا. أبدا. اتبعني أنت، اتبعني أنا. من يقبل إلي أنا. صح ولا لا؟ الجماعة ما بتخلصك، بتوعيك، بتفهمك إذا بتعلم كلمة الله بالحق. بس اللي بخلصك المخلص الوحيد يلي ليس بأحد غيره الخلاص، يلي ليس باسم آخر أعطي تحت السماء بين الناس، بين الناس، بين الناس مما كان يكون به ينبغي أن نخلص إلا اسم الرب يسوع المسيح. هيدا المخلص الوحيد، البار الوحيد، القدوس الوحيد، يلي تحدى العالم وقال من منكم يبكتني على خطيئة. خطيئة واحدة. دروس تاريخ الأنبياء من التكوين للرؤية، ودروس تاريخ البشر من بعدهم، من مصلحين، من معلمين، من كلهم كانوا يخطوا وكانوا يطلبوا الغفران من الله. كلهم. مين؟ مين بدك؟ أعظم أنبياء العهد القديم، من إبراهيم لإسحاق ليعقوب لموسى، لا داود، أخطأوا. داود مليان مزامير وبكي ونحيب وتوبة، بس هذا اللي رب يحبه، شخص صادق مش مرائي انه انا شو بني،
فإذا بيت بيك برجع بقول لك يلي يسوع بيقوله إن أحب أحد إن أب أو أم أو أخت أو أخ أو ابن أو زوجة أو بيوت أو أكثر مني لا يستحقني. بدي له ادفع عبا لك ترك السما كرمالك شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟ نحن كراسي زايلة ما منستعد نتركها، أمور منقتنيها ممكن نخسرها بأي لحظة، ما بتخلى عنا. هو تخلى عن السماء. بتعرف شو يعني السماء؟ ما بتعرف شو يعني السماء، مهما وصفت لك ما رح تعرف شو يعني السماء، ولا أنا قد ما بعرف ما رح أعرف شو هي السماء إلا تنوصل على السماء. بولس بس اللي قدر قاله، قال يلي عين ما شفته واللي الديني ما سمعته واللي ما خطر على بال إنسان، مع أنه في كتير بأيامنا الرب أخذهم بالروح وفرجاهم السماء وشافوا روعتها وجمالها والأمور الباهرة يلي ما حدا بيتخيلها. يعني ما في إنسان بيتخيل هيك جمال وهيك إبداع رح يكون فيه بالسماء. مادام واحد من هالأشخاص اللي رب فرجاهم السماء، ليكوا شو حلو، بيعرف أفكار الناس. قال له خلقت اشياء لألكن حتى ما تزهقوا بالأبدية أبدا. لأن الإنسان بيزهق بمل، بعرفه من أولادها بكون عم يلعبوا شي لعبة ولك زهقت، إن كان على التليفون أو برياضة أو تلاقي خلص صار عنده زهق وبدنا جديد على طول، بدنا كل شي جديد. قال بالسماء الرب تصوروا اللي عمله، قال ما رح نزهق ما رح نمل. يخطر عبارك شو عامل يعني؟ أكيد لا، صعب. فشو قال له؟ مش بس اترك هول وخليك صفر ماشي، اتركون وروح صراحة بهالدنيا لأشوف. قال له إلى الأرض التي أريك. هون دور الإيمان. طب وين هالأرض؟ بعدين فرجيني إياها بعدين. هلا امشي اتركون وروح لقلك. لاحظوا بالعدد الاول قال وقال الرب، لكن لاحظوا بالعدد 7 وظهر الرب لابرام. الرب ظهر له. نحن بنقول بس يا رب سمعني صوتك، سمعني صوتك بكفي، صوتك حلو بيريح. وصدقوني هيك صوت الرب بيعطيك إيمان وأمان وثقة وشبع واكتفاء. تعرف إن إحنا إذا بنحب حدا بمجرد ما نسمع صوته بنرتاح، مع أنه بعد ما حكي شيء يمكن، بس بعرفين قلبها الشخص اللي عم يحكينا. كم بالحري إذا عطاك وعود منه بالذات، مش انه كلام بتقولوا كلام معسول ببيعنا حكي. الله ما ببيع حكي، الله بيحكي حياة، بيحكي ايمان، بيحكي شفاء، بيحكي مستقبل، بيحكي حقايق. هيدا هو الله. الله بكلامه بيوجد حياة بحياتك. قال يدعو الاشياء الغير موجودة وكأنها موجودة. بدك أكد لك إياها؟ الأرض قبل ما يخلقها وين كانت؟ الشمس قبل ما يخلقها وين كانت؟ الكون بمجراته وين كان قبل ما يخلقه؟ بكلمة فيه. تصور شو هالإله بالمزامير بقول قال نفخ بتمه، قال خلق الكواكب. نحن إذا بننفخ بتمنا يمكن منرشح اللي قدامنا. من الرزاز اللي منعمله صح؟ لكن هو الرزاز اللي طلع من تمه إذا صح التعبير خلق كواكب ومجرات. وهالكواكب انتبهوا شو عم قلك، نيران. شمسنا نحن اللي نحن منشوفها
في كوكب أكبر منا بمليون مرة. نقطة ما بتبين قدامه، نقطة. نحن منشوف حالنا بالشمس. هيدا إلهنا العظيم، شايف هالعظمة كلها؟ لا تضاهي قيمة عظمة خلق الإنسان. أنت مخلوق بشكل أعظم مما خلق الكون. أنت صنع إيديه، الكون خلقه بكلمة بنفخة، لكن لما أجى للإنسان قال نعمل الإنسان، نصنع الإنسان، نجبل الإنسان على صورتنا كشبهنا. لاحظت هون؟ ما قال كصورتي كشبهي. الله ما بيعظم حاله، الله ما في أعظم منه، فما بيعظم حاله تيحس حاله بالعظمة. نحن دائما عندنا هيك حب العظمة، أنا 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 تا أنا الناس يشوفوني أنا، أنه أنا أنا يعني منفوح على الآخر. أنا الله مش بحاجة لمين يعظمه، لأنه هو العظيم. بقول لما إبراهيم طاعه بابنه قال الله شايف أنه ما في أعظم منه، ما في مين بيعظم منه، قال له بذاتي أقسمت. نحن لما بدنا نحلف والحلفين غلط نحلف بشي عنا إياه، صح؟ الله قال أقسم بذاته، قال له إني لأبارك لك. وهلا رح فوت بالبركة. شو قال له؟ قال له إذا بتترك هول بتتركه فأجعلك أمة عظيمة. يعني أنت منك أمة عظيمة أصلا، هو كان عقيم. أي أمة؟ لا أمة ولا فرد. عارف حاله كان إذا مات رح يورثه ألعازر الدمشقي خادم عنده، ما عنده حدا، مرته ما بتخلف، وكان عمره 75 سنة بس. بس أول طلعته بالنسبة لله أول طلعته. نعم، نحن بالنسبة لنا فات الأوان، صح؟ سارة كان عمرها 65 سنة كمان أول طلعتها، مع أنه الكتاب بيقول كانت سارة بشريا ميتة، الرحم ميت، مرة عمرها 65 سنة خلاص ما بقى في مجال يصير عندها أولاد، صح؟ لكن هيك الله كيف شافه، قال له أنا شايفك بأول طلعتك، فأجعلك أمة عظيمة. تخيل إبراهيم عم يأخذ الوعد، كيف عم يتطلع بالرب وبعد ما كان شايفه هون عم يسمع صوته، أمي، ما أنا أمي يمكن ما عاد شفتها، أمي وين الأمي، ما عندي ولد، ما عندي حدا، منين الأمي، إنه شو بدي جيب لي ناس يعني أملك عليهم يعني. أبدا. لايكو بعدين، وأباركك أنت بالزيت. يعني رب هلأ ليلة عم بيقلك إذا مستعد تطيعني وتلحقني وتعطيني قلبك أنا رح باركك، أنا رح عظمك، رح تشوف من وراك بركات وإحسانات ما خطرت على بالك بمنطقك اللي خلقت فيه واللي تربيت عليه مش ممكن تنوجد، لكن بالنسبة لإلي أنا شايفها لأن أنا أدعوها إلى الوجود. أنا بخليها تصير بحياتك. تعرفوا قد في من رجالات الله يلي كانوا ماشي الرب بيركن لهلأ أساميهم بالتاريخ لهلأ، مثل بيلي جراهام. قد ايه في ناس اجت للمسيح من وراه؟ قد ايه؟ سميث ويجلورث يلي قام كذا ميت بحياته. يمكن تستغرب اللي عم تشوف على اليوتيوب، لكن هيدا حقايق، فوت على الانترنت وشوف. هيك شخص مين بيعرف اسمه؟
لو مع شخص كان له تاريخ ومقام بقوته بين هلالين، مقام ببره انه هو كويس وقاده بقبل عيله وجاي من حسب ونسب، لا لا لا، كان ابن ليسوع والرب اشتغل عليه وطحنه كتير وشحل منه كتير واشتغل عليه سنين توصلوا لهالنعمة. كاثرين كولمان، شو اللي خلى التاريخ يخلد اسمها؟ مرة كانت متيحة للرب للروح القدس، أنا يا رب بين إيديك. شو كان عندها؟ ماشي، حتى فشلت بزواجها، زواجها ما زبط، لكن شو صار؟ صار يسوع غرام حياتها وهدف حياتها، وصارت امرأة ممسوحة ومعروفة، وحضور الله يبقى عليها وين ما تروح وين ما تجي. مش بحاجة كانت تحكي، بيحكوا مرة فاتت بأوتيل، كان عندها خدمة، فاتت من وراء الأوتيل بممر، وراء الممر في المطبخ، الطباخين واللي بيشتغل بالمطبخ ما حدا قدر يوقف على إجراه، هي مش عارفة ماشي رايحة، حضور الله عليها ما خلى حدا يوقف على إجراه، راحوا بالأرض. صور واحد حامل طنجرة، راحوا بالطنجرة، راحت الطبخة وراحت المنيو كلها، واللي ناطرين ماتوا الجوع. هل الله مهتم وزعل على هوليك؟ الله قادر يجعل منك شخص مش تشوف حالك. تبي إبراهيم اللي رائع فيه، كل وعود الرب اللي وعده فيها ما كان شايف حاله ولا افتخر، كان الرب شايف قلبه، كان قلبه على النفوس، قلبه على الناس، قلبه على البشر، لا قلبه على الشجر ولا الحجر، قلبه على البشر على الناس. قال له وأعظم اسمك، اسمه ما كان معروف، وكان اسمه أبرام، بعدين غير له إيه، صار قبل جمهور كثير، ما كان معروف اسمه. صوروا لهلا اسم إبراهيم موجود، في ناس بغنجوه بوب، بس هو إبراهيم أب لشعوب كثيرة. قدي إجا منه ناس الأرضي؟ كتير، بس قدي إجا منه ناس الروحي؟ أكتر. وهذا اللي كان هدف الله، أولا بيباركوا أرضيا، وثانيا بيباركوا روحيا. يعني الرب شايف احتياجك الأرضي، ما خلقك من تراب، بيعرف عندك احتياجات، عرفنا نحن مش ملايكي منطير، ما بدك لا تاكل ولا تشرب ولا تلبس ولا همك، لا، عارف. قال أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون لهذا، لكن اطلبوا أولا، اطلبوا أولا، أولا في عنده أولا يلي هو بالنسبة لك آخرا. اطلب ملكوتي على قلبك، اطلب أني أملك على حياتك، اطلب أني يصير بقلبك، افتح لي باب قلبك يا بني، أعطني قلبك. ولا مرة قال أعطيني بيتك، أعطيني فلوسك، أعطيني. بمجرد ما تعطيه قلبك أنت رح تقله كل شيء لألك، لأنك رح تعرف أنه كل شيء منه، كل شيء منه. تعرفوا يا ما أغنية ثروتهم تحولت لغيرهم، صاروا على الأرض حكم. ياما الرب بارك. برجع بقول لك الله بده يرفعك، وبيقول بسفر الرؤيا، قال انا الغالب معي، يلي بده يغلب معي، قال بدي اعطيه اسم جديد، وقال اكتب له هالاسم على حصات، على بحصه، قالوا ما حدا يعرف هالاسم الا هو. مثل سمعان، سمعان معناته قصبة في مهب الريح، تعرفوا له سمعان كان مزاجي، دغري بيهب دغري بينطفي، دغري بيهب دغري بينطفي، دغري لسانه أسرع من عقله، هذا اللي كان. شو سمي الرب؟
بطرس، يعني صخرة صغيرة، رش، صخرة صغيرة مثل ما كان عمره البيوت. إذا منقولها بالفرنساوي بيير يعني حجر، مش صخر بيتعمر عليه بيت، لا، هيديك يسوع الصخرة. بقول عنها الكتاب: والصخرة كانت المسيح. والصخرة كانت المسيح، ما حدا غير المسيح، انتبهوا، ما حدا غير المسيح. والصخرة كانت المسيح، فغير له اسمه، صح؟ يعقوب معناتها محتال، بحب يقوطب على الواحد، كان عم بحاول يقوطب على عيسو من بطن امه، مسك له بإجره لخي بده يطلع قبله. رب شو عمل له؟ بعدين غير له اسمه، سميه من محتال، انا بسميه ابو زهره، الى مجاهد مع الله، امير الله. رب بده يجعلك امير وبعدك لاحق الشرير؟ اياك تفكر الشرير رح يجعلك يوما ما امير. تعرفوا في ناس، سامحوني اذا عم اقولها على المنبر، قطعوا عهد مع الشيطان بالدم، للموت قطعوا العهد معه، ووعدهم انه يعطيهم نص مملكته بس يطيعوا للموت، ولما ماتوا بين على حقيقته انه بي الكذاب، مش الكذاب، بي الكذاب، مع انه مملكته ماشي، ما هي مملكته ماشي، مملكته اسمها جحيم، شو بدك بالمملكه؟ هو عم بيحاول يستولي على الارض وعلى البشر، خاصة بأيامنا، ماشي بتكتيك شيطاني مخيف من تحت لتحت، عم يمرق السم للبشرية من تحت لتحت، عم يخلق أجيال متمردة عاصية كسر قانون الله تحت شعار الحرية والديمقراطية، وما حدا له معنى، والإنسانية وحق الله القدوس، وين في الله؟ عنده طرق، هيدي واحدة من طرق. فالرب بده يباركك، برجع بقول لك، حابب تتبارك؟ انت بشو هالبركات؟ ابراهيم باركه اكثر ما بيتساهل، ومع انه ابراهيم وقع وغلط، يعني بنفس الاصحاح اذا بنقرا من العدد 10 صار جوع بالارض مطرح ما هو، والرب كان وعده يباركه، صح؟ قال له وتكون بركه كمان، وتكون بركه، حمل حاله نزل على مصر، وعرف هونيك المصاروي عينه بيضة، نحن نقول عينه بلقة، يعني دغري بيضربوا عينهم عن النسوان، وما كانوا يحبوا رعاة الغنم والمواشي، كانوا يعتبرون نسين. لما نزل إبراهيم على مصر تعيش، مصر لأنه كان في نهر النيل بيقدروا يزرعوا ويطلعوا من الأرض، هونيك جفاف، ضرب فرعون عينه عمين عسارة، أتاري مثل ما الرب شايفها، شايفها فرعون، ما قلت لكم بأول طلعتها 65 سنة، ضرب عينه على مرة عمرها 65 سنة، يعني هذه صبية دي كانت حلوة، إذا بال 65 سحرته لفرعون، وهي كانت أخته لإبراهيم بس من غير أم، من بيو بس من غير أم، يعني كان بيقدر عيط لها أختي وبيقدر يعيط لمرته، مثل ما قالنا نحن كمؤمنين بيقدر الرجال يعيط لمرته المؤمنة أخته بالرب، لأنه نحن أخوة بقول الكتاب، صح؟ نحن أخوة بالرب، صح أخ أجوب؟ هي حقيقة، المولود هو صار أخ لإلي، رار الرسائل إلى الإخوة، إلى الأخ، إلى المهم. فقال لك إبراهيم إذا عرفوني جوزة راحت وعود الرب على حياتي، ولا وعد رح يتم، فتحتى اسبق الموضوع ما يروح وعود الرب ويباركني ويعظمني وأنا سير بركة، رح أقول إنه هي أختي بس، نص الحقيقة وهوليكي تخبيهم لبعدين. لما سألوا قالوا لها هيدي أختي، وقال لها
قولي اختي، ما تقولي مرتي، ما انت اختي، انت اخت بي يعني بنت بي، بس قولي بس اختي حتى ما يقتلوني. شو كانت النتيجة؟ اخذها فرعون وبلش يحضر فيها وبلش يحممك اليوم. مش هو بايده يعني، في عنده بتعرفه، مش بايده اكيد، ما هو اله يعتبر حاله بالخادمات وبالعطر وبالحليب وبالورد وبال يعني. اللي شافته ساره هنيك منيح ما غيرت رايها وضلت هنيك، ما شافته مع ابراهيم. لكن الرب هل شمت بابراهيم؟ هل الرب نطر ابراهيم على الكوع فقال له بفرجيك انا بدي اربيك اليوم؟ كذبت يا ابراهيم، نكرت انه هيدي مرتك، هي اختك، طب تنكر انه مرتك؟ ما الزلمه رح يتجوزها، طب ما هيدي حلالك، في عهد بينك وبينها. عملها؟ قال يعرف جبلتنا يذكر اننا تراب. انا مش عم حللك تعيش على راسك وتفلوت هبي، انا عم اقول شخص الرب شايف قلبه، عارفه لما بيزله بيغلط من نقطه ضعف، مش ناطره تيقبره. سألوا مجرب أول إيماني يا ما خبصت يقتلني بلطفه، صير ابكي قال له بستاهل تقبرني بستاهل. مرة واحد حط الفرد براسي، نهارك كنت مزعل الرب، مزعله واحد حط الفرد براسي، عم بيسألني سؤال بده ياني جاوبه عزوه، فرد 14 حطه براسي، كان صار لي بالإيمان سنتين يمكن، وكأنه صوت بيلي أنا بداخلي بيقول يا رب أنا بستاهل، أنا زعلتك لو بستاهل. رب قال لي لا بدي باركك الليلة. هيدا الشخص اللي حمل الفرد كان معه ثلاث شباب راحوا معه على الاجتماع بنفس الليلة، بكاني هزقتي ليسوع، لأنه لطفه ما في منه، ما في منه، ما بيعاملنا مثل ما نحن بنعامل بعضنا. ما قالنا، قال وأنتم أباء أشرار، يعني ما بتنطقوا، قال وأنتم أشرار بتعطوا ليتكن عطايا جيدة. شي مرة فكرت تجيب لابنك حية يكلة مع السم تبعها طازة شي مرة، أو شي مرة فكرت تجيب له عقرب هيك غير شكل ناصح، مش نوع صغار عنا من غير مطار هيك تيقدر يأكله؟ عم تفهموني؟ دائما البي بيفكر بولاده قبل ما بيفكر بنفسه، الا اذا عقله مضروب. ايه اذا بيتعاطى، اذا لا سمح الله مقيد، اذا مدمن على اشياء، ايه اذا بيحضر، اذا مسكون، اكيد لا ما بعود هو يتصرف، يصير في مين عم بيتله. بس نحن البشر الطبيعيين واشرار، قال بنعرف نعطي اولادنا عطايا جيدة. قال كم بالحري بيكون السماوي، يعني انتو احسن منه، انتو احسن منه اكيد لا صح. نحن احيانا منفكر الله منه بصلاحنا نحن كاباء، انه نحن منحب ولادنا اكتر ما هو، لا، قال اباكم السماوي بيعرف يعطي العطايا الجيدة. فشو عمل بابراهيم؟ تتذكروا شو عمل؟ راح لفرعون بالليل، الرب جاب الحلم قال له اذا بتدقر مرت ابراهيم بقبرك، بتموت انت ونفسك كله كل عيلتك، بترجع له اياها، هيدي مرته. ايه مرعوب تعرفوا مش باكر سعميل، عطاه غنم، عطاه بقر، عطاه جميل، عطاه حمير، عطاه خدم، وعطاه هاجر. قال له روح حل عني، شو عملت لك تكذبت علي؟ قابل المؤمنين بكذب للأسف، رح أقوله الكتاب بيقوله ليس إنسان لا يكذب. أنا ما عم بحط من قيمة إبراهيم حاجة، أنا ما بوصل لا 1% من إيمانه، مش هذا قصدي. قصدي يقول البشر ضعاف مهما كانوا عظماء، رب عارف نقاط ضعفهم وبيعرف نقاط ضعفك وضعفي وضعفك. من هيك قال يذكر جبلتنا،
يعرف أننا تراب. بيركوا ولك طلع غني من عند فرعون ومرته معه وما دق بمرته، ما سمح له يدق بمرته. بيركوا ولا لا؟ ليك شو بيقول له؟ وأبارك مباركيك، ويلي بيباركوك يا إبراهيم أنا رح باركهم. يعني اللي بيكرموك اللي بيقدروك، وبهديك الأيام في ناس أكرموه قاموا بدون يعطوه مقبرة لمرته لما ماتت بعدين. عرفوا قالوا له أنت رجل من الله بيننا، أنت شخص منك عادي. رب باركه وبارك نسله، رح فرجيك كيف، لأنه ما بقى في وقت. إسحاق مش ابن إبراهيم؟ وإسماعيل ابن إبراهيم. بارك ولا إسماعيل ولا لا؟ مع أنه إجا من هاجر، إجا من خادمة مصرية. لما قال له الرب اطرد الجارية وابنها، لأنه ما بيورث مع ابن الحرة، أنا وعدتك من الحرة، من مرتك حلالك، مش من الخادمة تبعيتها. أنا قلت لك من نسلك ومن صلبك ومن مرتك رح أعطيك فرحة وضحكة. أنت رحت لحقت مرتك، سمعت لكلام مرتك. مش دايما يا رجال نسمع كلام نسوانا، ننتبه. مش دايما المرأة معها حق، مش دايما، أحيانا إيه، مش عم أقول لا، بس مش دايما. يعني كون واعي، ما تكون قصبة في مهب الريح مثل سمعان، كلمة بتاخدك كلمة بتجيبك. تروى سمع لمرته أكل آدم، ما سمع لمرته دخل كون شو صار فينا 6000 سنة معاناة. ستة آلاف سنة. ما تفهموني غلط، أنا مش ضد رأي المرأة. في امرأة ما بنسيها بحياتي بالكتاب اسمها أبي جايل، امرأة حكيمة مثل أنا ما شفت، خلت النبي داود يرجع عن مجزرة. قال له مبارك عقلك يا مرأة، رجعتيني عن مجزرة. قالت له بدك تملك والرب وعدك تصير ملك، بدك تملك على الدم من خلال القتل يصير لك اسم وكرسي، يا ويلك غضب الله بيحل عليك. قالت له ما فيك تملك بالسيف. شو قال يسوع بالبستان؟ الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. يلي فكره يملك ويصير إنسان على دماء البشر، من هلأ بقول لك باي باي، مثل ما غيره راحوا راحت عليك. يسوع ملك الكون بحبه وبصليبه، صح؟ فباركوا لإسماعيل. قال له ما تخاف، إسماعيل رح يكون بركة وشخص عظيم، بس أنا بدي باركك بإسحاق. إسحاق لما إجا باركه ولا لا؟ قال في سنة كان جفاف، زرع الأرض عطيت 100 ضعف. مش بارك إبراهيم؟ تمم وعده، قال له بدي بارك نسلك. وبعدين مين إجا؟ يعقوب. ويعقوب كان أكتر منه محتال ما فيه. لما حاول يأخذ البكورية وهرب عبيت خاله لبان، خاله لبان ما كان عنده شيء، كان عنده قطيع صغير من الغنم. قال الله بارك خاله لبان بسببه، مع انه كان عامل كذبه كبيره على بيه وقال له انا عيسو تياخذ البركه، لانه كان بيعها قبل بصحن مجدره، اشتريها من خيه عيسو بصحن مجدره. بس الرب شو شايف قلبه؟ انه انا حابب اكون من الاشخاص يلي قريبين منك. الرب باركه. وشو بيقول له لبان؟ قال له دخيلك ما تتركني. قال له الله باركني بسببك. شوف لوين. شو صار؟ صار أغنى إنسان بهذيك الأرض. حتى عيسو لما فكر يقتله شافه عنده نسل، صور عنده 12 ولد كان، راح لحاله شاف عنده 2 نسوان و12 ولد وعنده خدم وحشم وشعب وراه وغنم وبقر وجمال. وكان قبل شو سابقه الخدام تبعوله سابقينه بشو؟ بكمان هدايا، غنم وبقر وحمير وجمال. ليه تيبارك خيه؟ استرجع عادي يقرب على خيه. قال لك اذا الله باركه مين انا توقف؟ وقف.
يوسف غنوش بيو، انا بسميه فروج البيت، اخواته بيعوه صح، غاروا منه وانحسدوا منه، وهو عبراءته ما كان عنده حكمة، ما كان يخبرهم أحلامه بطريقة فيها حكمة. ولد 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 لو حكى بلد شك بقول المثل، ولد شو كانت النتيجة؟ الشيطان حاول يقتل يوسف تهالأحلام كلها ما تتحقق، لأن عير بالمستقبل في شيء بده يصير بس مش عارف شو هو. إياك تفكر الشيطان كان يعرف خطط الله بالمستقبل شو هي، إذا مش معلنة ما بيعرفها، أفكارك ما بيعرفها، بيعرف يستنتج شو عم تعمل وشو الهدف يلي أنت راكد وراه. حاولوا يقتلوه، الرب ما خليهن، مع أنه يوسف شايف الموت قدامه صح؟ تأديبا أدبني الرب، ولكن إلى الموت لم يسلمني، ما خليهن يدقروه، بيعوه وعلى أساس بالنسبة لهم مات. شو عمل الرب؟ بيع كعبد ما له قيمة، قام الرب رفعه هو وعبد، جعله فوطيفار سيد على بيته، بطل فوطيفار يتعرف على ورقة بالبيت لا بعشرة دولار ولا بخمسة عشر دولار. قالوا صار ازدهار ببيت فوطيفار بشكل مش طبيعي، حتى لدرجة مرته لفوطيفار حطت عينها عليه، قالت لك جوزة بكين طالع من أمره شيء، شو هيدا شو هيدا، وزي ذهبية بتبيض ذهب. والكتاب بيقول قال الرب بيرك بيت فوطيفار بسبب يوسف، لكن كانت هيدي البركة بس، البركة شو كانت؟ يصير حاكم العالم يلي خلى نسل إبراهيم يدوم تيجي منه مين؟ مخلص العالم، تيجي الرب يسوع بحسب الجسد مخلص العالم، لحتى البركة اللي بده يعطينا إياها مش أراضي وحمير وجمال وغنم وأموال، لا، حياة أبدية، غفران كامل لكل خطايانا، قلب جديد بحسب قلب الله، اسمك ينكتب بسفر حياة الخروف بمجرد ما تقوله ليسوع فتع قلبي، أنا بدي ألحقك يا رب، أنا بدي أتبعك. قال وعد بهالدنيا هون يلي بيلحقه، قال إذا ترك كرماله هالإشياء، قال بيعطي مئة ضعف، ما بيتركه، لكن الأهم والحياة الأبدية في الدهر الآتي. تعرف إن الحياة الأبدية يعني أروع حياة وأجمل حياة وأعظم حياة، لكن عشرت تكون عايش قدامه بتوبة حقيقية، واثق بفدائه الكامل، وعايش على إنجيله مش عراسك. ما تعيش عراسك، اللي بيعيش عراسه ما بيعرف خلاصه، لأنه كل واحد راسه شكل بالدنيا، كل واحد بيفكر شكل. من هيك الله رح يدين العالم، قال حسب الإنجيل بيسوع المسيح. الله قال سيدين سرائر الناس، خفايا الناس، بحسب إنجيلي بيسوع المسيح. شو بدك الليلة؟ تكون بركة ومبارك وتبارك اللي بعدك. تعرفوا لما جيت ليسوع، رب باركني بأهلي، كنت أول واحد بيأمن بالعيلة، وأنا آخر العنقود، آخر العنقود. شو عمل الرب؟ جعلني بكر البركة الروحية بالعائلة، البكر، جددت أختي، بعدين ستي، بعدين بيي، وبعدين أمي. والرب قادر يعمل معك، وهيدي صدقوني أعظم بركة، هيدي الباقية. هوليك بيروح بكتلي أرض، في مناطق هلأ صار فيها زلازل وانشقت الأراضي، في واحد كان عنده أرض بطل عنده أرض، صارت هو وين أرض تبعيته؟ مش موجودة على الخريطة. في مطارح غمرتها المي، كان عنده أرض وبيت ما بقى في، صار في مي، وين أرضه؟ بتقلي عندي أرض. شو عندك بهالدنيا؟ تعرفوا بأمريكا شو صار أعصير؟
ما عدا الحروب اللي صارت من قبل. لا لا روحوا بلبنان بالأشرفية كذا بنية فاضية كانت عم تتعمر بالحرب بعد الهلع على الأشجار، ما في مين يعمرها، وين أصحابها؟ ما في حدا. أملاك مش معروفة مين أصحابها. املك نفسك بيسوع الملك، بتملك هون وبتملك بالأبدية. أمين. يا ريت نحن رؤوسنا، يا ريت نحن رؤوسنا. كل واحد بينه وبين نفسه يا رب ما بدي ضلني مشلش بأرضي، ولا بدي عيش على عشيرتي مثل ما تربيت على عمياني يلا كيف ما كان، ولا ألحق بيت بي على عمياني. أنا معمول كل عيالنا غلط، مش هيدا قصدي. افحصها على كلمة الله تتعرف، افحصها على الإنجيل، افحصها على الوحي المقدس. السماء والأرض تزولان يقول الرب، وأما كلامي لا يزول. السماء والأرض بدها تزول، ستحترق الأرض والمصنوعات. وبالرؤية بقول لك السماء بدها تلتف كدرج ملتف كل شيء. قال لكن بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر، يعني ما بقى فيها ظلم، ما بقى فيها شر. الرب يسوع رح يكون الملك والملك الأبدي. بس انت وينك من يسوع؟ سأل حالك الليلة، هل يسوع ملك على قلبك ولا انت إله ذاتك مالك على حياتك وعلى ذاتك وبتتحكم بحياتك وكأنك انت إله نفسك؟ إذا أنت إله نفسك خسرت نفسك، لأن يسوع قالنا اللي بيخسر حياته من أجله بيلاقيها، بس فكر اللي بيوجدها بهالدنيا بدونه رح يخسرها. صروخ الليل قل له يا رب فوت على قلبي، ما بدي أعيش على مياني، بدي أعرفك بعمق، بدي أعرفك حقيقة، ما بدي أعيش أجواء كنيسة ولا أجواء مجموعة ولا أجواء روحية، بدي اختبر الولادة الثانية، بدي أولد منك تصير ابنك. اختمني بروحك، غسلني بدمك. صرخن هون ليلي صرخن. بس إذا مش شايف حالك عندك هالخطايا ورح تكبك بجهنم، صلاة الليلة رب يغير لك رأيك، يفتح عيونك وتقشع الحقيقة. لأن الكتاب بيقول الجميع أخطأ وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. في حدا صلى الليلة تنصلي له؟ يعطيني إشارة برفع إيده. حدا طلب الرب الليلة قال له يا رب فوت على قلبي، أنا بدي أخلص، بدي أصمت من الجحيم، بدي أكون مبارك وتباركني. أمين أمين. كون جدي يا خي، كوني جدي يا أختي. الله جدي، الله بيشوف قلبك. أمين أمين. رب شايفك. أمين. إذا حدا ما قاله عيني يرفع إيده بنصحك ما تستحد يسوع، حمل خطايانا بجسده على الصليب قدام العالم ما استحى فينا. أنا بدي استحي فيه هون. أمين أمين أمين. كون جدي. بس يا حبيبي مش بس إيه أنا بدي يسوع، لا من قلبك، من قلبك افتح له قلبك على مصرعه، قل له يا يسوع غيرني، خلقني من جديد، ما بدي اخرج من هيدا المكان تحت غضبك بعدني، ما بدي اخرج من هون آني للغضب وللهلاك، بدي اخرج ابن مغفوره خطاياه، مغسل بدمك، روحك ساكن فيي واسمي مكتوب بسفر الحياه، بدي اعرفك يا رب. أنا بصلي الليلة كل اللي رفع قلوبهم وبرهنوا أيضا برفع إيديهم يا رب، واللي عم يحضرونا على اليوتيوب يا رب أو على الفيسبوك، بصلي يا رب تكون الليلة ليلة خلاص، ليلة بركة أبدية بحياتهم، لأنك أنت الإله المبارك العزيز يلي بتبارك الإنسان وبتجعله بركة وبتبارك اللي بعده. بصلي تكون بركتك على جميع هؤلاء يا رب، وكلمة من كلامك لا تسقط إلى الأرض، لكن الكل ينغرس بقلوبهم
باسم الرب يسوع المسيح بصلي وبعطيك كل المجد. آمين ثم آمين.